بسم الله الرحمن الرحيم. جون 2013 بيبر 31 والسؤال التاسع. السؤال هنا ظريف جدا ودسم يعني. فبيقول لي مع سيركت غريبة بالشكل ده، 12 أم 12 أم بارلل و4 أم 4 أم بارلل، وفي سويتش ثلاثي هنا، تمام؟ طيب بيقول لي two of the lamps have resistance 4 أم، شايفينها when lit، and two other lamps have resistance of 12 أم when lit. ماشي. Switch A can be connected in position 1, 2, 3. بيقول لي state what happens when switch A is connected to position 1. تعال والله، لو switch A عند position 1 هنا، والله انا شايف ان السيركت مش هتنور خالص، لان الكرنت كده هيطلع من البوزيتيف. يروح فين؟ يروح فين؟ ملوش اي مكان. يبقى الاجابه هنا بكل بساطه هتكون all lamps off. تمام، نمسح دي بقى عشان ما نبوظش رسمتنا. تمام. طب لو هي عند بوزيشن 2، تعال بقى نشوف موضوع بوزيشن 2 وبوزيشن 3 ده. لو السويتش زي ما انتم شايفين كده عند بوزيشن 2، تعالوا نمشي والكرنت، الكرنت هيطلع من البوزيتيف، يمشي 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 كده ويوصل هنا، هيوصل لهنا. مجبر الكرنت اما انه يخش هنا او هيخش هنا، فجزء منه هيمشي كده او يمشي كده، ويكمل يكمل 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 لغايه ما يوصل للنيجاتيف. ادي السيركت بتاعتي. واحد هيقول لي طب ما الكرنت وهو هنا ليه ما يمشيش كده؟ لانه بكل بساطه مش مجبر انه يمشي في لمبتين، وهو اصلا عنده سكه فاضيه يمشي فيها. الكرنت ما بيمشيش غير مجبر. هو مشي ليه في الاثنين 12 اوم؟ هو وصل هنا فمالوش سكه عشان يوصل للنيجاتيف الا انه يمشي هنا شويه وهنا شويه. انما هو وصل هنا، ايه اللي يخليه يمشي كده اصلا وهو عنده سكه فاضيه؟ تمام. اذا هو الكرنت مش مجبر يمشي كده، فاللمبتين دول هيكونوا مطفيين. تمام. خش هنا، تعال نشوف البوزيشن ده. الكرنت يطلع من البوزيتيف، يمشي 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 كده، يمشي كده يمشي كده. طيب هيروح عامل ازاي؟ هيروح ماشي كده، جزء منه يمشي هنا مجبر، وجزء منه يمشي منه هنا مجبر، ويكمل يكمل لغايه ما يوصل النيجاتيف. يبقى لو عند بوزيشن 2 اللمبتين ال 12 ام منورين، لو عند بوزيشن 3 اللمبتين ال 4 ام هم اللي منورين. يبقى هقول له بوزيشن 2 12 اوم لامبس اون، وعند بوزيشن 3 4 اوم لامبس اون. تمام. دي اجابه. طبعا لو بصينا مرسيمه هتلاقي بس مزود هنا كلمه اونلي، يعني التانيين مش منورين. دي اجابه السؤال التاسع. ايه؟